السلام عليكم. كاين صوت الاخوان؟ وصلكم شي صوت؟ في دايرين لاباس عليكم؟ اليوم راه عيد الاستقلال ديال الميريكان التبوريده، وهذاك التبوريده مورا خرجوا علينا، فرنسا جايه داخله استعمرنا، خرجنا لهم بالبوريده وبالخيل، خالعين عباد الله هما جايين طلوقا وجايبين. والله العظيم التبوريده، ديك التبوريده اللي خرجت علينا فرنسا كاع ما تدخل. كنسحابو ما عارفينش حنا برا الناس صنعو صنعو الطلوقا وتجيب هذيك سميتها صحاب الحبه. هذاك الشيء عايش الجزائر تا هما التبوريده مات فيهم مليون، باش غادي مليون ديال البشر مات باش هذيك التبوريده. الله عمر المكحله ديال البارود، ما تجيب تعمرها تنزع لك شي واحد. تحارب تقول واش دخلنا لك في الله ديال التبوريده والثماره عندهم التبوريده. انا عمري سمعت الثماره عندهم التبوريده، اول مره كنسمعها. بالجمال وقلبوا الناقة، اي صعب درت لها طريق التبوريده بالناقة. الناقة كتسمع الخرطاس كتريا تحب الخيل عاودوا. بكري كانوا تيحاربوا بالناقة ياك، كان يركب على الناقة. المهم كي داير كل شيء بخير. ايوا تصفق، هذا ما كان يصفق عليا يا خويا، كاين ابو عدي بالدار على حدا الناس، هو القاري عنده في الدار. بارك الله عليك. هو صاحب الجلالة يطأ مدينة العيون، والعيون بسكنتها ورجالها وجمالها. عاش الملك عاش. ترى خطارة الشعب تبوريدا وكتسمع عاش الملك، سمعتوها ياك؟ ترى تبوريدا وكتسمع البشر الدراري عاش الملك. واش الاخوان نكذبوا على ريوسنا؟ علاش غنبقاو نمدحوا؟ علاش والله غتقلقوا عليا غتجرو عليا؟ ما لقيناش الخدمة، جينا البوسة كل خدمة في بلادنا، كنا كنقريو الاطفال وبقينا في بلادنا نبقاو نغسلوا التفاصيل الميريكان. والله العظيم تا نهضر معاكم معقول؟ هذا شوف هذا السدود ولا المشاريع هذا ما حنا مالنا. والله العظيم ما تيطيب تهضر معاكم معقول؟ راه الناس مزازين تياكلوا العصا حتى مجلس النواب. والله العظيم الدول المغرب بحال حنا صافي شبعانين كنعطيو الشيطان، راه بحال بحال العرب كلهم بحال بحال، لا ملكية ولا جمهورية ولا، خرجي بحال بحال اضرب على راسك. هكذا مي ما يبغي تا واحد، والله ما كاينش اللي يعرفك لا محمد السادس ولا محمد الخامس. والله إلا ما ضربتيش قال لك إلا ما قفلتي لا فورتي. اللي دار العصيدة قال العصيدة باردة يدير يدو فيها. والله ما يعرفك شي واحد، والله تتسالك على كارت ناسيونال لا صوبتي اجي اجي سيل ليا. والله الا ما جريتيش لا صوال سالك على الباسبور، قول لهم انا راه كندافع على الصحراء في الروم ديال زيد، انا هو بوسطن. والله الا عرفك شي واحد، والله العظيم امين تنهضر معاكم. شحال كتبقاو تزيدوا فيها في هذا الروم؟ كتبقاو صاحبي على المدح. بحال المغرب من نول السماء، شحال ديال باقي حاكمين الفهريين اخوت. حنا الجزائر مستعمره من العسكر، حنا مستعمرين الفاسيين الفهريين شادين كاع الحكومه، كنقراو مع النصارى وحنا قرينا مع المخزن كون التلميذ الفاشي. الهضره ما يبغيهاش يا خويا، الواقع ما يبغيه حتى واحد. والمغرب راه كان فيه تقوليب الاستقلال، راه خديناه بتقوليب اخوت، راه قلبونا في الوثيقة الاستقلال 40-1 داروا مع فرنسا، تبقى مستعمرة المغرب 100 عام واللغة الفرنسية تقرا ابتدائي الثاني، ولادهم فرخوا الفهريين. وتسحبوا واش خديتوا الاستقلال على المغرب ولا؟ والله إلا كانت خيانة. وراه قال المهدي المنزرة عند الويب سايت ديالو، والله إلا كانت خيانة سياسية. يلا هادي خذوها خيانة كبيرة. الناس اللي كانوا يدافعوا هذوك المقاومين والمغاربة الحرار،
كاينه الزروطه وجاو الفواسه ما كيعرف يقول حتى اللغه العربيه. سيدي عاصم والله حتى انا من سيدي عاصم. واش من سيدي قاسم ولا واتبور؟ انا قلتي انت وجدي، قلتي انت وجدي بيرو خليت راه بيرو ستحراوي بير. وانا الصوت ديالك ما كيبانش وجديها، صوتك تيبان عروبي ديال دكاله، دكاني ولا سطاتي وجدها باين. واخا الوجدي غبر كاع من وجدة تيبقى لاكسون ديالو كيبقى وجدي. عروبية احنا عروبية ربي لو تاجلو تاجلو باك نصراني باك سميتو مانولو. تا قيلة سباليوني. اسمي ديك انطونيو، عينك زرقينو، عندك شعر شاب بحال الجزائر تيصبغو شعرو. اهدر لكم اخويا في الماتش ديال غادي تلعب نهار ثلاث، ثلاث مع الوحدة هولندا مع تصور نهار بحال نهار كواي. شنو ديك باراغواي ولا هما اللي في امريكا اللاتينة بيرديدو. تا حافظ جوج كلمات سباليونية، حافظ بيرديدو ميرا لا كاسانينيا تيقول سمو خيرا قول دا جي فاتحنا. ريح وليدي ريح. وات موريدا تا دخلتي قلتي فيفا البوليزاريو وانت مسمي راسك انت طنجاوي، وطنجاوة كلهم غير بحرية. في طنجة واحد الدرية طنجاوية تنصح معاها نمشيو للبحار ضاربين على البحر يا خوا خوا فرحان. انا البحري انا البحري انا. تاش من اسبانيا انت اش كدير اسبانيا؟ انا نلقاوك اسبانيا كتمسح داكشي ديال كتعرف الطرورو. قال اسبانيا تا هو وزير خارجية ديال مايوركا. والله العظيم والله العظيم غادي تلقاه مسكين عساز شي عمارة ولا ديك صحاب البني. اكي داير زيف هو صيفط ليا. شنو صيفط ليا زعما صافي قضيتيها دابا عرفتي هذاك دير ليه سويت سمن وتجي امك تبرك عليه في الصباح وتخرق على الكرسي تبرك عليه في الصباح حدا باك صيفط هاد الرابينو على الارض بركا دري ترقاد 11 عام ولا امو مشات دايره كونتر فوندي دخل تسبتها هو جاي مبرزتنا دير لي الريدة 15 عام. هو واش الادمينات واش نتوما معانا دايرين الرزز هنايا انسان كيستفز وانتوما مخلينه هنا ولا غادي يمشي هنا ولا كديروا لي غير انا الريدوت ولا غنبقى نخسر الهضرة صافي والله حتى نخسر الهضرة. واحد كيستفز من الصباح برعوش العادمينات حنا مريحين عندكم هنايا وما بغيناش تخسروا الهضرة متحكمين في نفوسنا واليوم عين الاستقلال ديال الميريكان. يلا كي جا كان كيروطا وجاتك التعكيرة لبسوك الخروق كي جاك الخروق ديال المغرب. يلا ريح لبس لبس كارسونك وريح انا شريتها لك دابا اكل مايك. دابا الادمينات واش كاينين الادمينات ولا ما كاينين ولا ما كاينينش؟ واش زعما درك من جوج من النهار غادي انا نحط عيني ما نقوم نبدا نشوف انا بحال دوك عينين ديال الحوته الا كتقلى في المقله نبقى مقابله انا الطابلو الله يهديكم. ما واحد ما يمشي يصلي، واحد ما يمشي يدير كاسكو، واحد ما يمشي يدير الطواليت. لا العدد من العاد اللي جاي ينزل على الادمين والله العظيم الا مشكله. شحال نقد تك 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 صافي ميك انت ما شتي شي ميك الى اخره ميك. انا اي انا كنت بعيد و تنسمع بوسطول تهضر قال لك اسيدي ما علاش هاد القضيه ديال الامداح تنبعو الملك الى اخره. يا اخي الناس كتعبر على حبها لملكها الى اخره. هذا من المسائل اللي مزيانه باش تكون الصفوف المغربيه تكون مزيانه. ما فيش العدو بحال اللي كيدير البوليس والجزائر تيقول عندكم انتم دعارة عندكم هذه عندكم هذه باش حنا نضغطوا ضد الريجيم.
إذا القضية ديال عجل الملك راه تيقولوا حتى لي فرونسي ولي هولندي كلشي وليد تاجي البريزيدون كيف البريزيدون ولا غير واش عمر شي واحد هنايا جا عندنا الفاسي ولا شي واحد ما سي وزير تيقول عاش عندنا الفاسي ما كاينش هادي يجي يقول لنا سيدي حنا حرام علينا باش هادي باش نقول ما نقولوش هاد القضية عاش عندنا الفاسي ولا كاش عندنا الفاسي ولا الفاسي الفهري بصفة عامة كنعرفو هاد الفواسع هما اللي خايفين على المغرب عارفين كي كون تيساجي لما يتعلق الامر بسميتو بالقضيه ديال الشخصيه ديال الرمز ديال الوطن هذا الرمز انا ما سميتش انا مالي ولا سميت هذا الرمز ديال وحده العاش العاش الرمز ديال وحده البلاد.